اهلا بكم مشاهدينا الكرام. انها الجمعه 21 بعد المئة بتقويم الحراك، عشيه الانتخابات التشريعيه بتقويم السلطه. تمت دعوه الصحافه الدوليه، طبعا الفرنسيون الذين جاءوا لتغطيه هذا العرس كما تصفه السلطه، جاءوا مع الجزائريين في طائره جزائريه. تم نقل المسافرين الجزائريين لوضعهم في الحجز الصحي، بينما خرج الصحفيون الفرنسيون الذين جاءوا للتغطية أحرارا، جاءوا لتغطية الانتخابات، فيغطون الآن الاعتقالات كما تقول تقارير الصحف الدولية المرموقة التي تتحدث تتساءل أي انتخابات مع هذه الاعتقالات. حملة اعتقالات عشية هذه الانتخابات، طالت السياسيين الصحفيين الناشطين. كريم طابو تم اعتقاله وتعنيفه من قبل المخابرات الداخلية، وكذلك الأمر بالنسبة للصحفيين خالد درارني وإحسان القاضي مدير موقع راديو أم. وأيضا الاعتقالات طالت عدة ناشطين هذه الأيام، ناشطي الحراك الذي برغم القمع برغم المنع خرج عدد من الجزائريين في مناطق عدة في العاصمة، في بعض أحياء العاصمة، برغم الحشد الأمني، برغم حملة التخويف كذلك التي تشير إليها التقارير الدولية، وتغيير القوانين عشية هذه الانتخابات مع تعديل مثير للجدل في القوانين عشية هذه الانتخابات. علق المراقبون بأنه يجعل عمليا أي انتقاد للسلطة أو دعوة لتغيير سلمي سلس ديمقراطي في البلاد يصنف على أنه عمل إرهابي. قبل أن نبدأ النقاش نتابع التقرير التالي. بصورة متناقضة تماما لمسعى السلطة لتمريرها موعدها الانتخابي المرفوض شعبيا، تتواصل حملة الاعتقالات لتشمل صحفيين وناشطين ومتظاهرين سلميين في الجمعة 21 بعد المئة من عمر الثورة السلمية، عشية موعد انتخابي تريده السلطة حلا، بل جسر للانتقال إلى جزائر جديدة كما يدعي المتخندقون معها. حملة اعتقالات راح ضحيتها الصحفيان خالد درارني وقاضي إحسان وناشط سياسي كريم طابو وغيرهم في باقي ولايات الوطن. ويكفي أن رقم المعتقلين قد بلغ 222 سجين رأي إلى حد الساعة، وفي خضم ما يوصف بالتهور الذي يميز السلطة خلال الأسابيع الأخيرة، يصر أبناء الحراك السلمي على مطلب التغيير الشامل للأوضاع، والذي لن يتحقق إلا برحيل وتغيير جذري للنظام. حقوقيون ورجال قانون يدقون ناقوس الخطر حول أسلوب الكل الأمني الذي يعيد الجزائريين إلى دوامة التسعينات. ومع هذا العامل سجلت هيئة الدفاع عن معتقل الحراك بقلق كبير استمرار حملة التخوين التي تطال منتقدي السلطات، بالإضافة إلى مواد قانونية أخرى فرضتها سلطة الأمر الواقع لردع ما يوصف بمهدد أمن البلاد واستقرارها. ساعات قبل موعد 12 من جوان ولتمرير مشروعها، فإن السلطات جندت وسائل أعلامها التقليدية والجديدة وفتحت أبواب المطار لاستقبال ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية. تساؤلات عدها كثيرون مشروعة في هذا الوقت بالذات حول نية السلطة تنظيم انتخابات تشريعية بدون شعب، فإلى متى تربح السلطة الفعلية مزيدا من الوقت محاولة منها لإقناع ملايين الجزائريين بأن هذه المرة سيكون الصندوق مختلفا عما سبقه؟ إذن الاعتقالات طالت الآن حتى الفنانين، الفنانة زكية محمد رهن الاعتقال بمركز كافينياك تقول الأنباء. اليوم كذلك تم اعتقال علي بالحاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ قبل إطلاق سراحه ومنعه من مرة أخرى من صلاة
الجمعة في مقابل هذه الجمعة 21 بعد المئة، برغم الحشد الأمني، برغم القمع، خرجت مظاهرات في بعض أحياء العاصمة بشعارات الحراك. دولة مدنية ماشي عسكرية، 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 ما كاش انتخابات مع العصابات، 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 حبوا الزوار جابوا العسكر، ما كاش شرعية والشعب انحرر هو اللي قرر دولة مدنية. معنا في نقاش اليوم عبر خدمة سكايب من باريس حسين جيدل المحلل السياسي. حسين جيدل، كان المفروض الحدث هو الانتخابات، كثير من وسائل الإعلام جاءت إلى الجزائر لتغطية هذه الانتخابات، طبعا هناك تقارير تجمع كلها عن تساؤلات حول جدوى هذه الانتخابات ومسألة الشرعية المستمرة في الجزائر. بالعكس، الآن التغطية تحولت في وسائل الإعلام عدة مرموقة محسوب لها بالحيادية حول الاعتقالات التي طالت الصحفيين خالد رارني، القاضي إحسان، كريم طابو، عدد من الناشطين، واليوم حتى زكية محمد الفنانة، وأيضا عدد كبير من الناشطين معتقلين، بلغ 222 معتقل. لك سي جمال الدين وللإخوة المشاهدين، طبعا نحن لا نعيش انتخابات لأننا لسنا في دولة ديمقراطية، نحن نعيش مهزلة يريد النظام أن يفرضها، محاولا أن يستكمل بناء الوهم الذي بدأ به بتعيين تبون على رأس الدولة، وكذلك بتمرير ما يسمى بالدستور الذي لم يمرر دستور في العالم بمثل تلك الطريقة. الآن النظام ليس له إلا أن يستمر في هذا الاتجاه، لأن الصراع بينه وبين الشعب الآن هو صراع وجود، إما أن ينتصر الشعب وحركه السلمي، وإما أن كما يعتقد البعض أو يعتقد العسكر أنهم يمكنهم أن يأتوا على هذا الحراك بالقمع، وبالتالي النظام الآن لم يعد يتحرج من الصورة السيئة التي تصل إلى الخارج عن فشله، عن انهياره، عن انعدام الشرعية، انعدام حتى تصور أو خطاب سياسي. هذا النظام العسكري القمعي الدكتاتوري ليس له حتى خطاب سياسي ولا أي مشروع. رأينا الدكتاتوريات كلها ورأينا الدول التي تقمع، ولكن كان في المقابل على الأقل خطاب سياسي ورجال يقومون بذلك. النظام الآن في انهيار تام، يريد أن يوهم نفسه بأنه يزال يسيطر على الجزائر بمحاولة فراغ الشارع. احنا رأينا لما قرر الحراك أن ينسحب من الشارع تفاديا لانتشار الوباء، اعتقد الكثيرون منهم النظام ومنهم حتى الدول التي تساند العسكر وهي فرنسا من أن الحراك انتهى، لكن في الحقيقة الحراك لم ينتهي، عاد في الوقت الذي قرره هو وبنفس الطريقة التي قررها وأثبت وجوده من جديد، وأنه لم ينتهي، لأن الحراك فكرة، لأن هذه الثورة تأتي من أعماق الشعب، لا يمكن أن يقضي عليها العسكر ولا أن تقضي عليه هذه المناورات ولا هذا القمع. لاحظ سيدي، سنتان تقريبا أو أكثر من الحراك، والشعب لا زال رغم هذا القمع ورغم كل الوسائل التي استعملت ضدها، الشعب لا زال يحافظ على هذه السلمية. إنه شعب في الوقت الذي يثبت هذا الشعب بأنه أكثر وعيا
وبأنه يقدم دروسا في السلمية وفي التحذر وفي المسؤولية، ويقدم خطابا واضحا مدنية ماشي عسكرية، في نفس الوقت يرسل النظام بتصرفاته وخطاباته الرعناء أسوأ صورة على الفشل والانهيار والرداءة، بل أكثر من ذلك، بل أكثر من الرداءة إن استطعنا أن نجد كلمة تعبر عن هذا. طيب. وخاصة بعد الفولكرول الأخير، الإهانات التي تتعرض لها الجزائر من خلال هذه المهزلة التي سميت مهزلة انتخابات أو حملة انتخابية. إذن النظام الآن في ورقته الأخيرة التي يلعبها هي ورقة أن أحاول أن أسيطر قدر الإمكان على الشارع. طيب. بينما لا يسيطر على الشارع، والدليل ما قوة القمع الذي سلط وعدد الكبير جدا من قوات الأمن التي تطوق المدن، وربما سنأتي على بقية النقاط. إذن المسألة هي مسألة وجود صراع بين هل الشعب هو الذي يسيطر على الوضع ويسيطر على الشارع، أم أن كمشة من الجنرال تفعل ذلك. إذن هم يريدون أن يوهموا أنفسهم. طيب. وبعض من يساندهم من خارج بذلك. سنعود إليك حسين جيدة ليبقى معنا. في ميلا كذلك كان هناك وقفة في هذه الجمعة 21 بعد 100. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجمعة 121 ولاية ميلا، أحرار ولاية ميلا صامدون على العهد باقون، ما راناش حابسين. فرنسا إجرامية، انتخابات مسرحية، تسقط فرنسا إجرامية، انتخابات مسرحية، تسقط فرنسا إجرامية. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر دولة مدنية، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر ماشي عسكرية، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر دولة مدنية. كانت هذه إذن ميلا. طبعا والذين خرجوا اضطروا للخروج خارج المدينة تجنبا طبعا للاعتقالات والقمع والحشد الأمني المفروض. في المقابل بجاية مرة أخرى كانت في الموعد. ومعنا عبر الهاتف من بجاية كمال عيسات النقابي، عضو المكتب الوطني لحزب العمال الاشتراكي، ناشط في الحراك. كمال عيسات، كيف كانت بجاية اليوم وكنا نستمع ونتابع في جانب من جمعة اليوم؟ كمال عيسات، هل أنت معنا؟ لا يبدو أنه كمال عيسات معنا. علي ضرار انضم إلينا في النقاش، ناشط سياسي، ناشط في الحراك من جيجل عبر خدمة سكايب. علي ضرار، الجمعة 121 بتقويم الحراك، بتقويم السلطة، نحن عشية الانتخابات، طال المفروض كان العرس، يعني كيف يمكن تفسير أن تقدم السلطة على حملة الاعتقالات، بما يحول التغطية للذين جاءوا يغطون أو وسائل الإعلام، وإن كان هناك حديث عن هذه الانتخابات، العناوين الأبرز اليوم حملة اعتقالات عشية الانتخابات. هل هو دليل تخبط سلطة أم محاولة إعطاء صورة أنها تسيطر على الوضع؟ السلام عليكم، حياكم الله جميعا وشكرا على الاستضافة. هو أكيد أن النظام الجزائري يعمل بمنطق القوة ومنطق يعني رسم مخطط والمضي فيه قدما إلى الأمام دون الالتفات يمينا ولا يسارا، وهذا ليس منطق سياسي والمنطق العلمي، لأن الذي لا يعمل العامل بغير علم
كالسالك على غير الطريق والعمل بغير علم يفسد أكثر مما يصلح. ولهذا في كل مرة نرى النظام كلما يتقدم خطوة إلى الأمام إلا ويفقد مصداقيته ويفقد شعبيته ويفقد أنصاره ويفقد حجته ويتعرى أكثر يوما بعد يوم. وهذه هي يعني الأمر الذي يريد الحراك أن يصل إليه، وهو تعرية النظام تماما وفضحه على رؤوس الأشهاد وأمام كل الناس. يعني عندما يقدم النظام على يعني اعتقالات مثل التي حصلت لوجوه بارزة ناهيك عن أناس يعني مواطنين عاديين يمارسون حقهم في التعبير عن رأيهم وفي التعبير عن رفضهم لهذه الانتخابات التي يريد النظام أن يفرضها. يعني عندما يقوم بعمل مثل هذا هو يؤكد تماما بأنه لا يهتم ويكترث للشرعية الشعبية التي يتكلم باسمها، وزيادة على هذا هو لا يولي أي اهتمام للجبهة الداخلية الشعبية ويعني تحضير الأجواء الملائمة. النظام من خلال ما نشاهده يعني واضح تماما أن الذي يهمه هو الخارج وتسويق نفسه للقوى العظمى الغربية فقط. نحن نراه كيف يقيم علاقات مع جهات كانت بينهم يعني جفاء لمدة طويلة، هي مثل قناة الجزيرة، ونرى كيف يعطي رسائل إلى نظام المخزن كما يسميه هو من أجل الحوار، وكل هذا من أجل يعني تهيئة الأجواء أمام الرأي العام الدولي من أجل الحفاظ على صورة الإنجاز الذي يريد أن يقوم به يوم السبت. هو لا يريد الإنجاز في حد ذاته لأنه يعلم بأنه ليس إنجازا ولن يقنع أحد، ولكن الذي يهمه هو صورته هذا الإنجاز. ولكن أي صورة، حتى لو الاستعانة بوسائل الإعلام ربما لتغطية في المقابل تقارير دولية لوسائل الإعلام الأخرى الخارجية، كل صحف العالمية تقريبا اليوم الوكالات تتحدث عن الاعتقالات وتتساءل يعني بأي منطق، أي منطق لهذه السلطة التي تتحدث عن عرس فيما هي تفسده عشية هذا العرس؟ نعم، هو النظام يعني يعلم جيدا ثقل الناس، هو من جهة يخيف الناس ويحاصر الناس، ولكن بعض يعني الشخصيات التي أصبحت لها مصداقيتها العالمية والدولية من أمثال كريم طابو أو القاضي إحسان أو غيرهم، هؤلاء الناس أصبحت لديهم مصداقية نوعا ما في انحيازهم إلى الحراك، ورأيهم مهم أثناء هذه الفترة، فلهذا هم يريدون أن يحيدوا هذه يعني الشخصيات التي لها وزنها وثقلها حتى لا يعطوا يعني صورة ورأي ولا يكونوا يعني صوتا للحراك مسموع دوليا. ابقى معنا علي درار لو سمحت، عاد إلينا كمال عساد من بجاية. كمال عساد، كيف كانت بجاية اليوم؟ اليوم بجاية دونك كانت المسيرة الشعبية، واليوم المسيرة اللي نتاع اليوم كانت أكبر من المسيرة نتاع الجمعة اللي فات. هناك تجنيد، ما كانش أي قمع، ودونك كانت المسيرة مشات بتعبر غضب نتاع الناس على القمع اللي راه ساري في الجزائر وأكل، ودي تقول بليك الانتخابات احنا ما نشاركوش فيها عموما. زوج الاشياء اللي ظهرت اليوم في جاي يعني اللي ميزت هو رفض الانتخابات والمسانده والطلب باطلاق سراح وكل المساجين ورفع الحصار على وطرق حريه التعبير وحريه التنظيم وحريه التجمع في الجزائر. دونك عموما حبيت نوضح برك المسيره تاع بجايه مشات مسيره ما كانش مشات تاع الجزائر، ولكن المسيره تاع بجايه هاي تعبر على المطالب تاع الشعب الجزائري من الشرق للغرب من الشمال الى الجنوب. هي تعبر المطالب تاعنا، هي الصوت هو الصوت اللي بقى يعبر على الحراك اللي راه اللي طاح علينا الرعب. الناس الجاي كاين رعب، كاين اعتقادات على كل حال، كاين اليوم البارح وكل ناشط اللي يكتب في الفيسبوك كلمه جمله يعبر رايه يبعثوا له كونفوكاسيون عند مصالح الامن. دونك ولكن اليوم المسيره ثاني جاوبت على الانتخابات، وحتى العشيه هذه ما صار اي ما صارتش مناوشات ما صار والو في المسيره. طيب هاي المسيره تاع اليوم جايه عموما. طيب
طبعا في بجاية هناك من قال بأنه كان هناك طبعا في مقابل اعتقالات في تيزي وزو للمحامين ثم إطلاق سراحهم بوشاشي نبيل إسماعيل ورحمون. هناك من قال بأنه ربما إلى جانب العدد الكبير في بجاية وفي منطقة القبائل هناك إرادة محاولة تسويق صورة من النظام أنه الاحتجاجات فقط في منطقة القبائل، فيما طبعا شعارات الحراك تردد في بجاية وفي تيزي وزو هي التي تردد، وعدد كبير من الجزائريين بسبب المنع في المناطق القريبة يأتون إلى هناك للتظاهر. يا أخي أنا نظن بلك الشعب الجزائري عنده مطلب أساسي هو استعادة الهيمنة تاعو ولا الوطن تاعو، يعني المصير من الشرق الغرب هو السيادة الوطنية والسيادة الشعبية، هو هذو هما المطالب الأساسيين تاع الحراك من 16 ولا 22 فبراير حتى اليوم. دونك ما يقدرش يكون السيادة الوطنية ما تقدر تكون إلا وطنية. واليوم جاونا بزاف من الولايات الاخرى شاركوا في الحراك. انا تلاقيت مع قسنطينة جاوا جايه به داروا مسيره معنا ما قدروش قسنطينة، شفتهم هزوا لافتات قسنطينة الجمعه 121 وشاركوا معنا، وكاين جاونا من جهات اخرى نمسي كاين اعتقالات، كاين بعض الاعتقالات نتاع تيزوزو، كاين وليد نقيش تم اعتقاله ما على بالناش واش كيفاش المصيفه، وكاين المحامين اللي هضرت عليهم. حبيت نوضح برك بليك الاعتقالات اللي راهم يديروهم اليوم السيد ماشي مفهوم على كل حال، ولكن تفتح لازم تكون نفهموا الهدف تاعها هو يديروا جو تاع الرعب على الشبيبه، بس كاين شبيبه جديده، هذه هي الامل نتاع واش نقولوا الطبقه السياسيه الجايه، هي الشبيبه ماشي الطبقه السياسيه القديمه، الطبقه السياسيه الجديده متكونه من الحراكيين من الشبيبه، وراهم يديروا رعب كبير باه يقولوا رانا هذا باه ما يخرجوش باه يروحوا يصوتوا اضعف ايمان، هذا هو الهدف تاعهم. ولكن لازم نقولوا بلي بدات الحمله الانتخابيه اكثر من اربع اسابيع مثلا من درك، نقدروا نقولوا كاين اكثر من 200 شاب راه في السجن، معتقلين تاع الاحياء الشعبيه تاع اشخاص اللي راهم في الجيب الاولى في السياسه، هذو راهم يضربوا فيهم، فك هما القاعده هما تاع الصح تاع الحراك، هي الشبيبه اللي راه تنشط من المعامين راهم في الاحياء الشعبيه خاصه، ولكن وكاين اعتقالات ثانيه تاع الناس اللي ساندوا الحراك نهضوا على هضم على الرفيق احسان ولا كاب ولا رفقاء تاع وهران اللي راهم في رعب كبير، بس ما قدروش يتساووا ان القمع بدا من الغرب بدا من وهران ومن بعد تعمم الى الجزائر والولايات الاخرى. دونك الرعب هذا اكثر من 2000 معتقل، 2000 معتقل و200 راهم في السجن منذ بدايه الحمله الانتخابيه، والهدف تاعها هو كسر الامل عند الشبيبه. ولكن نقدروا نقولوا سياسيا بلي كاين دابور اولا انا نظن حملهم النظام على بالو بلي القمع ماشي برنامج سياسي، ماشي بديل سياسي، ما يحلش الازمات السياسيه اولا، ثانيا القمع عنده حد الى الهدف تاعهم هو باه كيما يقولوا الجزائريين يرقعوا الشعب، انا نظن غلطين ما يعرفوش الشعب الجزائري مليح، باسكو كيما قال في البدايه تاعها قولوا احنا حبينا مجلس تخفيفي ماشي مجلس تاع تخفيفي، هكذا كنا نقولوا في الحراك في البدايه، دونك الى عندهم مشروع باه يرقعوا الشعب انا نظن راهم غلطين. شكرا جزيلا لك كمال عيسات، كنت معنا من بجايه، نتابع الاجواء في تيزي وزو اليوم في هذه الجمعه.
ومن تيزي وزو معنا الأستاذة نبيلة إسماعيل، محامية عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك. أستاذة نبيلة، تم اعتقالك والأستاذ بوشاشي والأستاذ رحمون، وتم إطلاق سراحكم بعد ذلك، لو وضعتنا في صورة ما حدث لكم اليوم. السلام عليكم. السلام. شكرا على الاستضافة. ما حدث اليوم هو ما يحدث لكل المواطنين منذ أن قررت السلطة أن تقمع شعب سلمي. مسيرة ضخمة، مسيرة هائلة، جات وضمت العديد من المواطنين اللي جاءوا من عدة ولايات من الوطن، رافدين لافتات. واحد يقول لك لاجئ من تلمسان، الآخر يقول لك لاجئ من سيدي بلعباس. إذن الكثير من المواطنين، الإخوة المواطنين، جاءوا يمشوا في تيزي وزو، وفي الأخير رحنا باش ندوس السيارة تاعنا باش نرافقوا الأخ الزميل الأستاذ بوشاشي، حتى لقيناهم يستناو أمام السيارة تاع الأستاذ رحمون. كانت دو غران فيكول دو بوليس، دو سيارتين سيفيل، حبطوا لبسوا لي جيلي تاعهم، جاو عندنا قالوا نعطونا الوثائق. واش من وثائق؟ رانا في بلادنا، واش من وثائق؟ وثائق الهوية. انتقى الأستاذ بوشاشي قالوا على ما تعرفونيش، نوع تعليمات. قال له واش من تعليمات؟ ما تعرفونيش، انا الاستاذ بوشاشي، هذو اساتذه تعرفونا كامل. دونك تلقى الامر، داونا لمركز الشرطه، وفي مركز الشرطه طلعونا للمكتب وقالوا على بالكم المسيره مسيره غير قانونيه. واش المسيره غير قانونيه؟ الدستور نص عليها وانت تقول لي مسيره غير قانونيه. سكتنا ونا با ريبوندي. الاستاذ بوشاشي قال له اكثر من 40,000 شخص مشاو، سيتونا غير نتوما. قالوا ما درتوش تباعد تاع الكورونا، قالوا دير لي بروسي ونروحوا. دونك حتى هما يزيتي دون اون توس كومبري سيتي اون انتيميداسيون. فهمنا كامل باللي الامر يتعلق باستفزاز، باش يقولوا علاش بوشاشي جا من العاصمه، باش يكثر الحصار الاعلامي على تيزي وزو، باش يقولوا باللي رفض الانتخابات غير منطقه القبائل. ان فات كو الاسبوع الماضي انا لونسي دي زابيل، نادينا الى الشعب الجزائري، قلنا لهم روحوا تمشوا في تيزي وزو. هذه ما عجبتهمش باش ما نحينا لهم. مع أنه طبعا الأستاذ بوشاشي ابن الشهيد تربى أو تلقى دروسه في مدرسة أبناء الشهداء في تيزي وزو لما كان طفلا. طبعا ولد شهيد قرا في لا ميزون دي زورفلان تاع واد عيسي، وقرا في ليسي عميروش كي دخل ثانويه، قرا في ليسي عميروش. هو ولد اصبح ابن المنطقه، ابن شهيد. دونك هذا يدل على ارتباك النظام. كيفاش ما يرتبكش كي تقول لي باللي يومين قبل الاستفتاء تاعهم، يومين قبل هذا الكرنفال اللي راه رايح يصرى غدوه، يعتقلوا صحفيين وفي في في نفس الاسبوع، وين يستقبلوا الصحافه العالميه لتغطيه هذا الحدث تاعهم. كيفاش باي منطق راهم يخدموا؟ الامر يتعلق بشعب قرر ان يمارس حقا منصوص عليه في الدستور، وهو حق اختيار المؤسسات. طيب. التي تمثله. بالمناسبه ما رايك كيف تقرأين دلالات اعتقال كريم طابو وخالد درارني والقاضي حسام من قبل المخابرات الداخلية، واحتجازهم في مركز عنتر تابع المخابرات واستجوابهم هناك؟ لا يمكن أن نعطي أي تفسير لأمور غير قانونية. ما نقدروش نفسروا وقائع غير قانونية ونحاولوا نفسروهم، باسكو إذا فسرناهم هذا يعني أننا نبررها. من الناحية القانونية هذا الاعتقال غير قانوني، من الناحية السياسية هو يدل على خوف ويدل على ارتباك. كيف يمكن تبرير أو كيف يمكن تفسير اعتقال مواطنين، مواطن أو ناشط سياسي خضع للرقابة القضائية ولم يتجاوز التزامات الرقابة القضائية، يختطف أمام بيته و
وكيف يمكن تفسير اعتقال أو اختطاف صحفيين يومين قبل الاقتراع؟ هذا ما عندوش تفسير. هناك من أعطى تفسير أنه خوفا من أن يلتقي هؤلاء مع صحفيين الذين جاءوا للتغطية لمنعهم من هذا خطأ فادح، لأن هذا الاعتقال غطى على الحدث. هذا الاعتقال، اعتقال صحفيين وناشط سياسي ومحامين يوم قبل الاقتراع، راه كاع لي ريزو سوسيو راه يهضر عليه، راكم انتم المغاربيه راه يهضر عليه. هادو اللي راهم يديروا، واش راهم يديروا؟ اسكي البونس كي الجيري راهي مغلوقه على روحها، الجزائر ليست مغلقه على نفسها. هذا الحدث غطى على الانتخابات، أصبح اعتقال كريم تابو وإحسان قاضي ودرامي هو حديث الكل، زادوا له اعتقال تاع بوشاشي واعتقال تاعنا. هذا كل هذا غطى على الحدث وزاد اقتناع لدى الشعب أنه لا جدوى من هذه الانتخابات، أن هذه الانتخابات ما رايحة تجيب والو، باسكو ما تقدرش تفرض على الشعب أنه ينتخب في جو ترهيب وجو اعتقالات وجو خرق القانون. ما تقدرش، راك تدعوه للإدلاء بصوته باش ينتخب مجلس شعبي اللي راه رايح يدير قوانين، علما ان القوانين الموجوده غير محترمه بدءا من الدستور. دوك الشعب ديجا اللي كان عنده ما عندوش اي ثقه في البرلمان منذ سنوات وسنوات، ازدادت قناعته ان هذه الانتخابات لن تغير شيئا من حياه المواطن، ان هذه الانتخابات لن تحل الازمه السياسيه التي لا يمكن ان تحل خارج الحل السياسي. تبني الحل القمعي والحل هو ليس حل، تبني الوسيلة القمعية لإرغام الشعب على الإدلاء بصوته هذا جنون، هذا غباء لا مثيل له. والشعب راه قال لك حنا سخطوا بعد خطاب ماكرون، بعد خطاب ماكرون البارح اللي قرر انه يسحب القوات الفرنسيه من مالي، الشعب ادرك لماذا يصر النظام على تمرير هذه الانتخابات لتفعيل المواد الدستوريه التي تسمح بارسال الجيش خارج الحدود الجزائريه. اذا الشعب راح توعى، الشعب راه يقول لك رانا ناضلوا وسنواصل النضال بسلميتنا لاننا نطالب بحقوقنا. طيب. ولا نطالب الا بحقوقنا وبسلميه. شكرا جزيلا لك الاستاذه نبيله اسماعيل، محاميه عضوه هيئه الدفاع المعتقلي الحراك برج منايل، كذلك كانت في الموعد اليوم مره اخرى. أعود إليك حسين جيدل. طبعا إلى جانب التقارير الإخبارية الصحف والمواقع، حتى وإن تم اتهام الشرطة بمحاولة حشد أدوات بروباغندا أخرى لإعطاء صورة مغايرة، تقارير دولية الأخرى، تقارير ثينك ثانكس مراكز البحث الأمريكية، مثلا أتلانتيك كونسل واحد من أهم المراكز البحث الأمريكية في الشأن الدولي والدبلوماسي، يقول أن هذه الانتخابات will not rescue the regime from its legitimacy problem، أنه لن تنقذ النظام من أزمة الشرعية التي يعانيها أو مشكلة الشرعية التي يعانيها. طبعا أنا في اعتقادي بأنه النظام لا يبحث عن شرعية، هو يدرك تماما بأن العالم أجمع في الخارج وفي الداخل يدرك بأنه لا شرعية له، بل أجمع العالم، وهذا أحد أهم نجاحات الحراك في الخارج أو التي حققها الحراك خارجيا، وشبه إجماع دولي على طبيعة النظام العسكرية، وأنت والكل يعرفوا ردود الفعل الغاضبة والتبهديل
اللي قام به العسكر بعد افتتاحية لوموند وما تبعها من تعليقات إعلامية وصحفية. إذا النظام لا يبحث عن شرعية، النظام يبحث عن شيء واحد، يريد أن يقول نعم أنا نظام عسكري مانيش مدني، نعم وهذا لازم تقبلوه، وهذا ظهر من ظهور دائما القيادة العسكرية بجانب تبون، مشاركة القيادة العسكرية بالبدلة، ولكن بالعكس تبون يقول جيش، ولكن تبون يصر أن الجيش خارج اللعبة السياسية. طبعا مرة في لوبوا يقول انسحب منذ 88 و 89، في حوار مع الجزيرة يقول 2006 و 2009. افتتاحية مجلة الجيش تؤكد بأن الجيش ليس منخرطا ومحايد في هذه العملية الانتخابية في المقام. هذه نعم هذه التصريحات هذه التصريحات المعهودة يعني، ولكن ليماج سوبليمينال، الصورة النمطية، الصورة التي يرسلها النظام من خلال إعلامه ومن خلال تصرفاته والتي يدركها الجزائريون ويدركها الخارج، هي العكس. العسكر يسيطرون على كل مقاليد السلطة، الآن هم الآن في معركة، نحن موجودون. من قال إن الحراك قد قضى على 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 سيطرة العسكر على الشارع؟ سنثبت لكم بأن الشارع لنا وتم الغلق. من قال لكم بأن الحراك العسكر لا يسيطرون على الإعلام؟ سنقوم بغلق الإعلام وإغلاق الصحفي وسجن الصحفيين غيرها. لذا أرى أنه ما وقع لكريم طابو وإحسان والبقية هي محاولة تخويف ما أمكن من الجزائريين لما بعد الانتخابات، لأن مشكل النظام مش انتخاب، الانتخابات راح يزورها ويقول باللي جاء وخلاص والنتائج كذا. إذا كان الدستور مروا 23% يعني تقريبا 5% من المنتخبين، البرلمان يقدر يدير نفس الشيء. ولكن هو الذي يخشاه ويخشاه هو أن يخرج الجزائريون غدا في الشارع، وسيخرجون، وهذا بكل تأكيد، وسيخرجون هذه المرة بقوة أكثر. لماذا؟ لأن الحراك السياسي، الحراك الشعبي السياسي سينضم إليه حراك اجتماعي، حراك اجتماعي غضب الجزائر. طيب سنأتي إلى هذه النقطة لو سمحت حسين جيد، ولكن دعنا الآن نذهب إلى عين البيضاء. برغم التضييق كذلك كانت في الموعد دائما عين البيضاء. الجمعة 121 الموافق لي كانت هذه إذن العين البيضاء. ومن نفس الولاية، ولاية أم البواقي، معنا الدكتور محمد لمين شيبان، طبيب ناشط في الحراك. دكتور محمد لمين شيبان، أية انتخابات هذه مع هذه الاعتقالات التي تطال سياسي الصحفي الفنانة الفنانة زكية محمد تعتقل كذلك اليوم؟ السلام عليكم أخي جمال الدين. عليكم السلام ورحمة الله. سلام على ضيوفك الكرام، سلام على مشاهدي قناة الحرة، قناة الحبيبة، قناة الشعب وهي المغاربية. يا للأسف يعني، وتحية إلى أحرار مدينة عين بيضاء الحراك، تحية يعني صراحة هم اللي راهم واقفين في ولاية أم البواقي. أخي جمال الدين، ربي سبحانه وتعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يعني احنا نتأسفوا ونشوفوا كيفاش السلطة تعتقل الشيخ علي بالحاج، تعتقل أساتذة محامين من أبرز يعني المحامين على مستوى الحراك، الأستاذ بوشاشي غني عن كل تعريف، تعتقل الأخت الأستاذة المحترمة اسماعيل نبيلة اسماعيل، الأستاذ رحمون، تعتقل الصحفيين مثل درارني أو قاضي إحسان، تعتقل يعني رمز من رموز الحراك من منطقة القبائل وهو كريم طابو، اللي رانا نكون له كل التقدير ونتأسفوا كيفاش يعتقلوه بهذا الأسلوب، هذا بالطريقة هذه الهمجية، يا للأسف. فيعني صراحة غدوة غدا رحيل الانتخابات باش يخرجوا 407 نائب، هذا النواب مساكن ربي يعني منبطحين
ما عدا ما حشى القليل، القليل جدا، كلهم راهم منضبحين. يعني رايحين تفرحوا 407 عائلة على مستوى الوطن مع المصاريف اللي صرفت الدولة أكثر من 1000 مليار، ورايحين تغيروا، وراكم تغيروا في نفس الوقت 226 عائلة، لأن 226 معتقلين، أكثر من 80 في الحراش على الإضراب على الطعام. يا للأسف يعني يعني كما تفضل الأستاذ بومالا يقول انتخابات بدون شعب ما عندهاش طعمة، إعلام بدون حرية، إعلام بدوره كما يتفضل الأخ هشام عبود، كما يقول عميد الصحفيين الأستاذ سعد وعقبة وحنا نحييوه اللي قال عتنحشة مستحي ونقول راني صحافي من هذه الصحافة تاع الذل، الصحافة هذه اللي راهي انبطاح. طبعا طبعا في مقابل، طبعا في مقابل هناك من يقول هناك ضغوط على الصحافة في المقابل، وأنه هناك ربما حتى ليس اقتناعا أو ضغطا بتعتيم على الحراك، هناك في المقابل أيضا من يحاول القيام بعمله مثل راديو أم، وبسبب تغطيته للحراك يتعرض القاضي إحسان إلى ما تعرض له كنزة خاطو قبله، كذلك خالد درارني أيضا، في مقابل أيضا الصحافة الدولية التي تم دعوتها لتغطية الانتخابات تغطي الاعتقالات والقمع والترهيب اليوم. صحيح أخي جمال الدين، وهم قليل قلائل يعني، ولكن أكثرهم إكس، هذا كان إكس الزال تاع 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 انبطاح. فلماذا الرسالة إلى السلطة؟ لماذا تكميم الأفواه، أفواه الشعب؟ لماذا؟ لابد من إفراج هذ المعتقلين إذا كانت عندهم نية صادقة وجادة. كيف أنتم تتكلموا على عرس وأنتم راكم مغيرين شعب كامل؟ راني نقول لك على مستوى ولاية أم البواقي نفس الشيء، في قسنطينة راهي لو بلا توتال، ما يعني ما عندها طعمة، ما عنده ذوق. هذه الانتخابات رايحين الانتخابات مجرد انتخابات يعني، ماهوش هذا هو الحل تاع تاع السياسة اللي راهي قايلة راح تقوم بها هذه السلطة. للأسف احنا رانا نتأسفوا كثير من هذا الأسلوب تاع السلطة. هل تعلم أن في السنة الماضية كاين مؤسسة في بريطانيا صنفت الجزائر في 167 بلد هي من 115 مصنفة من اللي لم تحترم الديمقراطية، يعني دي بي اوتوريتير يعني من الاخ مع الاخرين. هذه في هذه السنة الماضية، اما هذه السنة هذه مع الاعتقالات، حتى زكية المحترمة زكية محمد يروحوا يشوشوا عليها ويعتقلوها لأنها قالت كلمة حق. فاحنا ما راناش فرحانين، شعب راهو غضبان. ما عدا هذو اللي راهم يديرونا في الكرنفال ما عنده حتى طعمة. واكثر من هذا، هل صراحة يعني كاين انتخابات حرة؟ أتفكر في 1999 لما تقدموا ست مترشحين، حسين أيت أحمد والدكتور أحمد طالب الإبراهيمي ومولود حمروش وسيفي والدكتور يوسف خطيب وعبد الله جاب الله. فالجنرال زروال هذاك الوقت في 99 تكلم في الإذاعة والتلفزة وقال باللي ستكون انتخابات حرة ونزيهة وكذا وكذا وكذا. فالغد يعني في ظرف 24 ساعة بدأت تزوير. لما حاولوا يتصلوا به مع جنرال زروال باش يقولوا له باللي راه بدا التزوير، ما حبش يستقبلهم. انا نعرفوا هذه السياسه الممارسات القديمه يعني. طيب شكرا. نحينا لا فلان ولا رندي، نحينا وحين غيروه نحينا تاج اولمبيا، ولقينا السويل كوبي تاع اولمبيا بلا ما نذكروا شكون اللي كان في الحراك ودار 180 درجه. طيب. والكوبي تاع التيار الاسلامي انا معروفين مساكن، هذو ديما ينبطح في الساق، هذو هما للاسف. شكرا جزيلا لك دكتور محمد لمين شبان، الطبيب ناشط في الحراك، كنت معنا عبر الهاتف من ام البواقي. الى مستغانم، برغم القمع كذلك مستغانم كانت من المدن الاولى التي تعرضت وغرب البلاد الى القمع قبل ان يمتد الى المناطق الاخرى.
الجمعة 121 من مستغانم. إذن زينب بن ساهل معنا من ناشطة في الحراك من مستغانم. زينب بن ساهل طبعا هناك في الاعتقال الشابة حكيمة بحرية من مستغانم 20 سلامة في الحبس، إلى جانب عفاف ميقاري أيضا، إلى فاطمة بودودة أيضا في الحبس، وما تعرضت له أيضا النساء القمع طالة كذلك الناشطات في هذا الحراك، ولكن ما زلنا على العهد. اليوم الاعتقال يطال كذلك المحامية وقبل إطلاق سراحها كما كانت معنا نبيلة إسماعيل، وكذلك الفنانة المغنية المطربة زكية محمد. السلام عليكم وعلى كامل الأحرار. السلام. طبعا بالرغم الضغوطات اللي يمارس فيها هذا الميدان، عادي يستعمل القوة ضد الأحرار السلميين. وصلنا درك كامل فئات المجتمع ما سلكتش من هذا القمع، يقمع سياسيين ومحاميين وصحفيين وحتى فنانين كما فنانة زكية محمد، وبالخصوص نحكوا على النساء، نساء الحرائق راهي يستعمل قوة معاهم باش يخوفنا. هذا أنا عندي في نظري تخويف باش الحراكيين ما يخرجوش، يعودوا ما يخرجوش يخافوا، خصوصا باب الانتخابات. كما قال الأخ، الانتخابات هذا النظام يمررها يلو كان 5% يمررها، رانا موالفين بالتزوير اللي يقوم بها. واليوم ايضا قاموا التحيه للاحرار تاع مستغانم، قاموا يقوموا بواحد الجهودات، لان صار ممنوع علينا حتى نمشوا في وسط المدينه. طيب لهذا كنا نشوف انه اضطروا الخروج الى خارج المدينه يعني بسبب القمع والانتشار البوليسي. عاد نشطاء من يخرجوا للوسط المدينة في أيام الأسبوع يعودوا يراقبوا فينا تحت الأعين تاعهم، ويمنروا حط بشرطة بالزي المدني، والأماكن العمومية عادت ممنوعة علينا نقعدوا فيها ولا حتى نوقفوا، يجي يقول لك تفضل ما تقعدش هنا. واليوم الحراكيين دليلة توات وولد عامر إبراهيم وعلي وبو عبد الله كانوا في مكان في وسط المدينة، قالوا لهم تفضلوا ما تجمعوش أنا ممنوع، وربدوهم اعتقلوهم للثلاثة وطلقوهم حتى المساء. شكرا جزيلا لك زينب بن مساهل الناشطة في الحراك من مستغانم. علي درار عود إليك، الوقت يداهمنا. في مقابل أيضا هذه الاعتقالات، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تم تعديل القوانين المؤرخ، القانون المؤرخ ب 8 جوان 96 6156 الذي ينص في مادته 87 من قانون العقوبات أنه يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا كل فعل يستهدف من الدولة وكذا كذا عن طريق أي عمل غرضه السعي بأي وسيلة الوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بغير الطرق الدستورية والتحريض على ذلك. يعني طبعا هناك من سارع من القانونيين قول أنه هذه مادة مطاطية، واضح يعني أنه من يقول بأنه هناك مشكلة مع هذا النظام أو الذين خرجوا في 22 فبراير، مفروض هذا القانون حتى الذين يدافعون الآن على هذا الحل الدستوري هم حسب هذا القانون تحت طائرة القانون يعني. نعم، الان تسمى الهيئه التشريعيه ديال البرلمان مازال ما داروش، هما يعدلوا في البرلمان، يعدلوا في القوانين على حسب هواهم ولا ينتظرون حتى يتم انتخاب
البرلمان الجديد الذي يعطيهم تشريعات من المفروض يعطيهم تشريعات تتلائم مع الجزائر الجديدة. الآن النظام يستبق الأمور، ولكن على كل حال السلطة والحراك يعملان على مستويات مختلفة. السلطة تعمل على مستوى الصورة، ما يهمها هي صورة المشهد العام ظاهريا، وتستعمل وسيلتها هي القمع. أما الحراك فهو يعمل في العمق على مستوى الأفكار، ووسيلته هي الحجة والإقناع. فلهذا النظام يعني والسلطة دائما تلحق الأذى بالمواطنين بالقمع وبهذه الوسائل القمعية، وتضرها في أجسادها وفي حرياتها. أما الحراك فإنه يضر ويؤذي السلطة في الحجة وفي العمق، ويكشفها ويعريها أمام الرأي العام الوطني والدولي، وتظهر على حقيقتها يعني بشكل جيد. حتى أن القمع هذا الآن يعني هم يتوهمون أن منع المسيرات وعدم خروج المواطنين إلى الشارع يعني يعتبرونه وكأنه إنجاز وكأنه نصر، ويريدون أن يحصروا الحراك في منطقة القبائل فقط، ولكي تبدو وكأنها يعني عندها توجه إيديولوجي. ولكن في ولكن حتى في منطقة القبائل شعارات بالعربية وشعارات الحراك، ولا بالعكس الناس صاروا يتجهون إلى تيزي وزو ومنطقة القبائل وبجاية للتظاهر من مناطق أخرى. كنا نسمع شهادة كمال عيسى جاءوا من قسنطينة مثلا للتظاهر، حتى من جيجل راحوا إلى هناك. أنا لم أريد أن أقول ذلك في بداية مداخلتي، ولكن بما أن الإخوة ذكروا ذلك فلا بأس. أنا أعلم هذا جيدا، وأعلم بأن يعني الفكرة التي أريد أن أوصلها أنه ما دامت الشعارات ذات بعد وطني وأن الهدف من تلك المسيرات ذات بعد وطني، فلا يهم أن تكون عاصمة الحراك أي ولاية من الولايات. نحن طيب جميل، يبقى معنا علي درار لو سمحت. أختم معك حسين جيدا، أنت كنت تشير إلى ما بعد العرس. طبعا سيأتي العرس، ستفرض السلطة ما تسميه عرسا بما فيه من معارض أو من لاليين إن صح التعبير، أو من فرق أو من طبالين أو من غياطين، ولكن سينتهي العرس ويتفرق المداحة، أليس كذلك؟ وهو ربما ستنكشف الصورة أكثر بالنسبة للسلطة وصورتها داخليا وخارجيا. لاحظ والله انا اعتقد ان هم العسكر الان ليس صوره، صورتهم يدركونها جيدا، لان في العالم عندهم صور مشينه، صور مشينه مهزله وصور مشينه. الذي يهمهم هو ان لا ينتفض الشعب بعد الانتخابات، لان الحراك لم ينتهي، ولان جزء كبير من الشعب سينضم بسبب الأزمة الاقتصادية وأزمة الماء وأزمة غلاء المعيشة وتخفيض الدينار. الأزمة التي ستضرب هذا النظام وتضرب أيضا الشعب للأسف الشديد هي التي تخيف هذا النظام. النظام لا يريد أن يكون هناك غضبان أو حركان أو في الشارع. الحراك السياسي المعروف الثوري السلمي، والحراك الذي سيغذيه الحراك الاجتماعي الذي سيغذي ذلك. لذا هي تريد أن تقمع قدر الإمكان في الحدود، في حدود الخطوط الحمراء التي حددت لها من طرف القوى الدولية، وهي أنها لا يمكن أن تذهب إلى عملية القتل. وهم للأسف لو أرادوا، لو كانوا يريدون ذلك لفعلوه، ولكنهم لم يستطيعوا ذلك. الحراك وش راح يدير؟ الحراك وعلى الشعب الجزائري في قبل أن نختم، على الشعب الجزائري أن يدافع عن ثورته بكل الطرق السلمية. الناس تخرج في الأحياء غدا وبعد غد وفي كل يوم في الأحياء في كل المناطق، مش بالضرورة أن نروحوا لوسط المدينة باش نديروا مسيرة. المسيرات التجمعات قدر الإمكان، هذه البلاد بلادنا ونديروا رأينا، وهذا الحراك لن ينتهي، والشعب الجزائري له موعد مع التاريخ. طيب. والعسكر لا يمكنهم أن يحكموا الجزائر بهذه بهذا القمع، يستحيل أن يواصلوا ذلك بعد ذلك. شكرا جزيلا لك حسين جيد، المحلل السياسي، كنت معنا عبر خدمة سكايب من باريس إلى قسنطينة. تنضم إلينا من هناك دكتورة رشيدة أسابع، الأستاذة في الكيمياء ناشطة في العراق. دكتورة رشيدة أسابع، الحراك بتقويم 121 هذه الجمعة من أجل جزائر تليق بالجزائر بخيراتها بإمكاناتها، في مقابل
السلطة عايشة في تقويم آخر، تقويم هذه الانتخابات بما فيها من مظاهر كرنفالية، بما فيها أيضا من أموال بددت في مقابل معاناة يعانيها الطالب، يعانيها الأستاذ، يعانيها عون الحماية المدنية الذي خرج وقمع وقيل له ليس لنا أموال وللمعلم كذلك، بينما هناك أموال لـ30 مليون لمن يترشح أقل من 40 سنة مثلا. نعم أهلا وسهلا. والله يا أخي يعني هذا النظام الحاكم هو السلطة الحاكمة في الجزائر يعني سياستها كما قالوها اليوم يعني اون دو بلاك، سياستها واضحة، يعني عندها سياسة، عندها فيل دو روت، فيل دو روت لازم تطبقها ديك لافيل دو روت وتوصل لأهدافها. ولكن بالي الشعب يعني ومعاناة الشعب ومصالح الشعب وحقوق الشعب هذا الشيء ما يهمهاش، يعني هذا عندها أهداف تصليها وعندها مصالح تحافظ عليها، فإذا أنها ترشي أنها تمد أنها تحفظ القانون وأنها هذا شيء يعني مش جديد ومش راح تحبس فيه، ولكن كما يقول مثل الشعبي اللي تدرك فيه مع الراتو هما اللي يعتبروا أن هذه الانتخابات ربما انتصار آخر لهم، ولكنه في الحقيقة هي مرحلة تقربنا من الحرية. فعندما تكون السلطة يعني والحاكم يجور بهذه الطريقة وتغول بهذه الطريقة فهذا يعني علامة بأن النهاية نهايته اقتربت لا محالة. الشعب مش راح يبقى ساكت، الشعب الجزائري هو شعب صبور جدا، وهذه يعني هي خصلة هي تشنكالتي، وشعب ما يحبش العيب ما يحبش الشر، فإذا هو دائما يقرأ الخير في الناس، ولهذا أعطى ربما بعض الفرص لهذه السلطة. ولكن إلى متى؟ إلى متى يعني الشعب راه رايح في الهاوية ومعيشة أصبحت صعبة جدا، هذا هو المهم وهذا هو الفرق ما بين ما كانت تفعله السلطة في الناس، الشعب لم يكن يعرف ولم يكن يفهم، وما تفعله الآن وكل شيء واضح الحمد لله عبر خاصة الإنترنت والمدونين يعني نشكرهم كثير، يوضحوا لنا حتى الأشياء اللي ما كناش نفهموهم حتى احنا الجامعيين، ولكن ما نفهموش كل شيء، مش بكل اختصاصنا هذا الشيء، ومش يعني انشغالنا الكل في هذا الشيء، إنما كان ناس هذا هو انشغالهم ويجيبوا الأخبار، ناس أولاد الشعب شرفاء في الداخل وفي الخارج، وكل شيء عاد واضح بات واضح، يعني في الحقيقة هو التخبط الأخير ونهاية قريبة جدا. طيب لكن ما رأيك في المقابل أنه تشيرين الشعب البسيطة مرات ربما الذين مستواهم حتى التعليمي متواضع ولكنهم يرون الحق ويفصلون بين الحق والمنكر، بينما تحدثت عن جامعيون يبررون أو يترشحون أو يريدون أو يتموقعون، ولا إشكال لهم أنه تروح البلاد فقط تترشحوا في هذه الانتخابات يديوا الملايين، بينما يعرفون الحقيقة بلغة الأرقام أن الوضع خطير، وأنه إذا لم يكن هناك تغيير لا قدر الله البلد ماضي إلى ما لا يحمد عقبه. هما يعني كل واحد في هذه المواقف والمراحل الصعبة في كل بلد كل واحد يتخذ الموقف، وكل واحد عنده الحرية أنه يختار طريقه، هما انتهازيين واختاروا طريقهم، يعني اختاروا أن يكونوا مع لأن يظنون الأقوى وهم في الحقيقة ليسوا بالأقوى، اختاروا المصالح، اختاروا الأرجان والسلطة إلى آخره على حساب يعني شعبهم وبلدهم. شكرا جزيلا. الخطر الذي يترقب البلاد والشعب. شكرا جزيلا لك الدكتورة رشيدة سابع أستاذة الكيمياء ناشطة في الحراك، كنت معنا عبر الهاتف من قسنطينة. علي درار في دقيقة ودقيقتين نختم معك. رشيدة سابع كانت تقول أنه هذه اشتدي أزمة انفرجي، وأنه هناك من يقول أنه ربما السلطة تحاول أن تجر البلاد عكس مجرى التاريخ، في مقابل الحراك يوفر فرصة للجزائر أخرى لأن تكون مرة أخرى على موعد مع التاريخ.
نعم، أبدأ في الإجابة من ربما الأستاذ حسين جيد يعني لم يفهم قصدي من قول صورة النظام، ربما فهم أنني أقصد أن النظام يريد أن يحسن صورته في الخارج، وأنا أقصد النظام يريد أن يرسم صورة مصر وهمي ويسوق للرأي العام الدولي أنه في نهاية الأمر من يفرض الأمر الواقع هو الذي يتمكن من الأمور، والنظام يريد أراد أن يسوق فكرة عن طريق تلك المناورات العسكرية أن يظهر وكأن الجيش في يده وإخراج الشرطة إلى الشارع لمنع المسيرات وقمعها لكي يظهر وكأن الشرطة في يده، وبفرض الانتخابات يظهر وكأن الإدارة في يده، وترويج وسائل الإعلام في يده، فيقول في نهاية الأمر أن الشرعية الشعبية ليست مهمة للحكم، وإنما الذي يملك الأدوات في يده هو الذي يتحكم في الأمور ويمكن للغرب أن يتعامل معه كسلطة أمر واقع. وفي حقيقة الأمر أن هذه الصورة ربما تزين لصاحبها وتخدعه، فقد زين الله لفرعون سوء عمله وأوهمه وكأنه قتل الله عندما بنى له هامان صرحا ورمى سهما في السماء فنزل السهم ملطخ بالدماء، فقال لهم لقد قتلت إله موسى، وزاد جبروته وزاد تعنته وفي نهاية الأمر غرق. ولهذا قد يعني يتوهم الإنسان صورة مصر وهي مخادعة، لأن الذي يكذب كذبة ويصدقها كالذي يكذب الواقع والحقيقة. نحن نرى أن النظام أن الشعب الآن أصبح في قمة الوعي، وأن الحراك قد عرى النظام تماما وأسقط المكياج من على وجهه الذي كان يخفي به ما أفسده الدهر. طيب. كما قال الشاعر ذهبت إلى العطار تصلح وجهها وهل يصلح العطار ما أفسده الدهر. النظام مشوه الخلق نعم. شكرا جزيلا لك علي ضرار، وعذر الوقت وأدرك لا نلقاك في فرصة أخرى. فاصل قصير ثم نعود لمتابعة النقاش. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. انضم إلينا الآن في النقاش الأستاذ مصطفى بوشاشي المحامي عضو هيئة الدفاع المعتقلي حراك. أستاذ مصطفى بوشاشي، كنت في تيزي وزو، اليوم تم اعتقالك لفترة، أنت والأستاذة نبيلة كانت معنا في الجزء الأول والأستاذ عيسى رحمون، كيف عشت هذه التجربة يعني؟ ولن أريد السلام عليكم. شكرا على الدعوة الكريمة والاستضافة لأكون معكم اليوم ليلة انتخابات لينظمها النظام. ولن أريد أن أبدأ أقول بالشيء الإيجابي، اليوم سافرت إلى ولاية تيزي وزو، وهذا لمشاركة إخواني في تيزي وزو زملاء المحامين والحراكيين. لماذا؟ لأننا في العاصمة يقمع الحراك ولا يسمح للجزائريين بالخروج يوم الجمعة أو يوم الثلاثاء، ويعتقل كل شخص تقريبا يسير في الشارع خصوصا إذا ما كانش من العاصمة، وتقف جحافيل من الشرطة أمام المساجد لتمنع المصلين الالتحاق بساحات الحراك. لهذه قررت اليوم أن أسافر إلى تيزي وزو للمشاركة في المسيرة السلمية الجمعة 121 من عمر الحراك، وكنت سعيد بتواجدي هناك، كنت مغتبط ليجعلني نفرح كثير ونصر. هي تلك الجموع الغفيرة، هي تلك الآلاف عشرات الآلاف من المواطنين رغم الحر الشديد في مدينة تيزي وزو، وكلهم بصوت واحد لا نريد انتخابات تنظمها العصابات. لكن الشيء كذلك الطيب في تيزي وزو
أن الذين ساروا اليوم في مدينة تيزي وزو هم ليسوا سكان مدينة تيزي وزو. لقد رأيت أناس من تبسة، من المدية، من قسنطينة، كلهم جاءوا من ولايات أخرى لمشاركة إخوانهم هذه المسيرة الجمعة 121. فرأيت هذه الوحدة، هذا الاتحاد، هذا الصبر، هذه السلمية اليوم اللي افتقدناها في العاصمة نتيجة قمع النظام. وطبعا كانت مسيرة رائعة بكل معايير، بالنسبة للأعداد، بالنسبة للشعارات، بالنسبة لتجاوب الناس. وفي نهاية المسيرة طبعا بعد المسيرة كثير من الإخوة وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية حبوا ياخذوا حوارات مع الأساتذة الموجودين، الأستاذة نبيلة والأستاذ رحمون إلى جانب آخرين. وطبعا قمنا بإدلاء بتصريحات وشعورنا في هذه الجمعة 121. وبعد انتهاء المسيرة وانتهاء اللقاء مع الصحافة كنا بصدد الذهاب إلى السيارة، فاعترضتنا سيارتين من تابعة للأمن وبزي الرسمي، وطلبوا وثيقة شخصية أو بطاقة تعريف. فطبعا قلت يعني هل هذا يعني جائز من الناحية القانونية أن مواطن يسير في الشارع بطريقة سلمية تعترضون طريقه وتطلبون الهوية مع أنك تعرف هويتي جيدا؟ هذا بعد هذا طلب منا الركوب في السيارة والذهاب إلى الأمن المركزي في ولاية تيزي وزو، وذهبنا إلى هناك. وطبعا قاموا بإملاء استمارات للمعلومات تاع كل شخص، أنا والأستاذة نبيلة والأستاذ رحمون وشاب يعني مناضل حراكي. ثم بعد فترة يعني بعد إملاء هذه الاستمارات يعني تحدثنا، قلت يعني ما هي الأسباب اللي تخليكم، أنا أعرف في قرارة نفسي بأن الشرطة في نهاية المطاف هي لم تعد مؤسسات، على غرار كثير من المؤسسات لم تعد مؤسسات تطبق القانون، وإنما تسير بالأوامر دون أن يكون لتلك الأوامر أي سند قانوني. فقيل لي بأن المسيرات يعني ليس هناك ترخيص، قلت بأن الجزائريين منذ 22 فبراير يخرجون ولا يحتاجون إلى ترخيص، بالإضافة إلى أن هذه المسيرات هي التي أدت إلى إلغاء العهدة الخامسة، هي التي أعطت الشرعية لبعض الناس في النظام من أجل التخلص من بوتفليقة. إذن كان الحراك مبارك عندما استعمل من طرف جزء من النظام للتخلص من آل بوتفليقة، واليوم تعتبرون بأن هذه المسيرات تحتاج إلى ترخيص، بالإضافة طبعا إلى أن ما كمش لابسين كمامات. ولكن يجب أن أؤكد بأن فترة وجودنا في محافظة الشرطة كانت يعني لفترة وجيزة، يعني لا تتجاوز 45 دقيقة، ثم أطلق سراحنا. لكن الشيء مؤسف، لماذا؟ لأن لست أدري من يفكر، من يتخذ القرارات، هذه القرارات الاعتباطية. عشية الانتخابات يقومون باعتقال المناضل كريم بابو البارحة والقاضي إحسان الصحفي مدير راديو أم، وبعد ذلك خالد درارني في عشية الانتخابات، وفي وجود مجموعة كبيرة من الصحفيين الأجانب اللي جاوا يديروا التغطية، حتى يعني أصبح حديث هذه الصحافة الدولية اليوم.
طيب. إذا في حضورهم يتم اعتقال ناس، والطريقة اللي تم اعتقالهم لماذا؟ لأن الزميل المحامي اللي كان مع كريم طابو اتصل معي مباشرة بعد اعتقاله قائلا بأنهم وصلوا في مجموعة كبيرة من السيارات وقاموا باعتقاله بعنف، وعندما حاول يتدخل ويقول باللي أنا المحامي تاعه وراني جايين باش ندرسوا الملف الجلسة المبرمجة ليوم 29، لم يأخذوا كلامه بعين الاعتبار وقاموا يعني أخذه في السيارة. طيب. واعتقلته ليس الشرطة إنما المخابرات، وأخذ إلى هو وخالد درارني والقاضي إحسان إلى مركز عنتر. نعم. مقر المخابرات. بالنسبة للقاضي إحسان لماذا؟ لأنه كان في اجتماع عمل مع الصحفيين وخرج يشرب قهوة، فبمجرد خروجه تم اعتقاله، واليوم هم موجودين في مركز عنتر 3. طيب يبقى معنا أستاذ مصطفى مشاشي، من اعتقل كذلك اليوم مرة أخرى لاعتقال لا يمكن عد الاعتقالات التي تعرض لها علي بالحاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية، يعني قد تم اعتقاله اليوم كذلك ومنعه من صلاة مرة أخرى. نتابع ما تعرض له علي بالحاج اليوم. إذن كانت هذه إذن عملية اعتقال علي بالحاج. وشيخ علي بالحاج معنا نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ عبر الهاتف من الجزائر، وضعتنا في صورة هذا الاعتقال مرة أخرى اليوم. شيخ علي بالحاج، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. وللإخوة المشاركين وللنظارة الكرام، على كل حال لا يمكن لي أن أتحدث عما حدث لي، ولكنني أتحدث عن مسألة عامة تهم البلاد والعباد. أولا هذه الانتخابات التشريعية في الحقيقة فريدة من نوعها، وتجري في أجواء نسأل الله تبارك وتعالى اللطف بالعباد، لأن لا يمكن لأقلية عسكرية أن تغتصب جميع مؤسسات الدولة بما في ذلك الرئاسة وتتحكم في قيادات الأجهزة الأمنية من الأمن والدرك، ثم بعد ذلك تفرض رأيها بالقوة لا بالحجة على الشعب الجزائري. وهذا مما يدفع لا شك شريحة كبيرة من الشعب الجزائري إلى اليأس والقنوط والإحباط. وأكبر مفجر للثورات في تاريخ البشرية هو اجتماع اليأس والقنوط والإحباط، فإن عواقب هذه الأمور في نفسية أي شعب لا يمكن التنبؤ بآثارها. كيف بربك أيها المشاهد الكريم أن تكون هنالك انتخابات وعشية الانتخابات يلقى القبض على محامين أمثال بوشاشي وأمثال نبيل إسماعيل وأمثال رحمون، وقبلها البارحة كريم طابو وقاضي إحسان ودرارني، وقبل ذلك لفيف كبير من الشباب
ومن مختلف الأعمار ومن مختلف المستويات العلمية ويعني شرائح كبيرة، هذه كلها تدل على أن النظام ضعيف، لأن القوي صاحب حجة، ولأن القوي لا يستخدم القوة، يستخدم الحجة ويفتح المجال لخصمه. هذه الأجواء كلها تدل على ضعف. أنا أرى بأن كريم طابو والأخ بوشاشي ونبيل إسماعيل ودرارني وقاضي إحسان هم أقوى من هؤلاء الجنرالات القلة التي تعطي أوامر لتنفذها. فلذلك صاحب الحجة قوي ولو كان مسجونا. ولكن هؤلاء بالنسبة لتبون لا علاقة لهم، العسكر خرجوا مرة يقول في لبوان في 88-89 وفي حوار مع الجزيرة في 2006-2009 لا علاقة لهم بالسياسة. هو الرئيس تم انتخابه شعبيا، خرج الجزائريون في الحراك الأصيل، ومرة يقول الأصلي مرة يقول الأصيل، وانتخبوه. أولا الأخ جمال لا تحدثني عن تبون. تبون لا يملك من أمره شيئا، تبون معين، لا يمكن لأي رئيس في تاريخ البشرية وخاصة في عصرنا هذا أن يرى هذه التجاوزات وهذا الدوس على قوانينهم هم وعلى الأخلاق وعلى مكارم الأخلاق. لا يمكن أن يحدث هذا والرئيس صامت وساكت، وفجأة تكلم في لبوان وتكلم في الجزيرة وتكلم يعني البارح يعني يستدعى من طرف شرفي الذي لا يشرف البلاد والعباد يعني، ولم يندد أنا أقول لم يندد بما يحدث للشعب الجزائري طيلة هذه المدة من اعتقالات ومن سجن ومن متابعات وملاحقات. يعني هذا السكوت أولا من الرئيس المعين ومن الوزير الأول، هل تسمع للوزير كلمة؟ هل تسمع لوزير الداخلية كلمة؟ هل تسمع للمدير العام للأمن كلمة؟ هل تسمع لقائد الدرك كلمة؟ هل تسمع للمخابرات الداخلية والخارجية كلمة؟ هل بينما ماكرو يصفع أمام الناس يصفع، ورغم ذلك يتكلم ثم بعد ذلك يحاكم الرجل؟ والله لو حدث هذا في بلادنا لا أقول لرئيس دولة، والله لا أباد كل من كان في الساحة، هو وأهله وجيرانه كلهم. إذن نحن الآن في نظام يعني اغتصبت أقلية عسكرية، وأنا لم يلقى علي القبض، أنا عاودت الكرة وأيضا ألقي علي القبض في المساء، وأنا أتوجه إلى وزارة الدفاع وقلت لرجال الأمن الحكم ليس لا في المرادية ولا عند الأجهزة الأمنية، الحكم موجود في طقارة، وهذه طقارة هي التي تحكم البلاد والعباد من خلال قلة عسكرية تستبد بالشعب الجزائري. ولذلك هذه الانتخابات في الحقيقة الشعب الجزائري يعرف نتائجها ويعرف مصيرها ويعرف القمع الذي حدث، ولا يمكن أن تكون انتخابات تشريعية لأهم مؤسسة في الدولة، بأهم مؤسسة قبل الرئاسة وقبل القضاء، لأن المؤسسة الأساسية في أي دولة تحترم نفسها هي المؤسسة التشريعية. طيب. هي التي تسن القوانين وهي التي السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، ونحن نعرف نتائجها مسبقا. طيب يبقى معنا علي بالحاج. أستاذ مصطفى بوشاشي، علي بالحاج يقول قصة حجة وليست قوة، هل حجة الحراك تتقوى برغم ما يتعرض له، وحجة السلطة تضعف خاصة مع هذا المشهد الآن بشهادات وسائل الإعلام العالمية ما تعرض له الحراك من قمع، ما تكتبه عن ذلك، وهذه الاعتقالات عشية الانتخابات؟ العالم كله يشهد
أن هذا الحراك، هذه الثورة السلمية أعطت مثالا رائعا لشعوب العالم على غرار الثورة التحريرية التي أعطت مثالا رائعا عن الثورة التحريرية. في مقابل هذا، لأن النظام لا يملك الوسائل، لا يملك الحجة، لا يملك الرجال، لا يملك خط الطريق، وبالتالي يلتجئ إلى العنف، إلى القمع، لمحاولة تكسير هذا الحراك، لمحاولة تشويه الرجال والنساء الذين يناضلون بسلمية من أجل جزائر حرة ديمقراطية. إذن الأسابيع الماضية عندما الرئيس يجي يوم 18 فبراير ويقول بأن أنا الحراك ما يقلقنيش، جزائريين يحبوا يكملوا في المسيرات بكل سلمية، أنا ما عنديش مانع في ذلك. ثم بعد ذلك بعد شهر ونصف تبدأ موجة القمع، طبعا بدأت بالاعتقالات، عشرات بالمئات الشباب نشطاء في الحراك في مواقع التواصل الاجتماعي قام بالزج بهم في السجون، واللي دخلوا في إضرابات عن الطعام لمدة طويلة، يعتقد بأن باعتقال وسجن نشطاء الحراك، نشطاء الميدانيين، سيجعل كثير من الشباب يتراجعون عن المشاركة في الحراك السلمي. ثم بعد ذلك لم ينجح في خطته في متابعة واعتقال وسجن والحكم على الأحرار الميدانيين. ثم بعد ذلك جاءت الخطة الثانية، وهو أنه يجب أن نقمع كل جزائري يخرج، خصوصا في العاصمة لأنها وجهة الجزائر. وبالتالي منذ 4 أسابيع أحضر عشرات الآلاف من الشرطة من ولايات المجاورة وربما من ولايات أخرى، وبدأ قمع أعمى لكل الناس الموجودين في الشارع، إما قمعهم أمام المساجد أو اعتقالهم فقط لأنهم يسيروا في الشوارع، إلى جاي من تيزي وزو ولا جاي من بليدة يحبسوا لك السيارة غير توري لهم ماشي من سكان العاصمة يقومون باعتقالك. على هذه إذن النظام اللي ما عندوش حجة، اللي ما عندوش خطة، اللي ما عندوش شيء يقدمه للجزائريين، اللي يكذب على الجزائر، يلتجئ إلى العنف، إلى القمع، وهي وسيلته الوحيدة. طيب مع الأسف أن تفضل ابقى معنا أستاذ مصطفى بوشاشي، سأعود إليك. علي بالحاج، النظام يقول هو قدم الصندوق للشعب، كنت تحدث عن الجنرالات، الجنرالات في افتتاحية مجلة الجيش لا علاقة لهم، الجيش حيادي في هذه الانتخابات، فقط تأمين هذه الانتخابات، والجزائريون سيخرجون وهناك إقبال على هذه الانتخابات، يقول في المقابل قائد الجيش وتبون ويختار من يريد. نحن لا نخاف من الانتخابات، الانتخابات أمر مسلم به، لكن نحن نقول بأن الانتخابات في ظل لا شرعية وفي ظل القمع وفي ظل الإقصاء والتهميش ومنع المعارضين من حقهم في عرض ما عندهم بالطرق السلمية، سواء عن طريق الشارع أو عن طريق القنوات العامة أو الخاصة أو عن طريق تأجير القاعات. يعني الآن كثير من الناس يلومون الحراك ويلومون من يقوم على الحراك، ولكنهم لا يعرفون ما هو موجود في الجزائر. ممنوع لهؤلاء أن يستمعوا، وها هو المثال. طيب لماذا الإنسان يترك العاصمة ويذهب إلى ولاية تيزي وزو؟ لماذا لا تكون هنالك مظاهرات في 48 ولاية أو 58 ولاية كما يقال الآن؟ إذن هذا القمع وهذا
يجعل لك الآلية تاع الانتخابات آلية فاسدة. ثم بعد ذلك من الذي وضع قانون الانتخابات؟ ومن الذي سيره؟ أليس هذا البرلمان؟ احنا الآن لابد أن يعرف العام والخاص. هذه انتخابات تشريعية مسبقة أي قبل وقتها. لماذا حل البرلمان؟ قالوا لأنه برلمان المال، لأنه برلمان الكادنة. طيب هذا برلمان الكادنة وبرلمان المال، لماذا مررتم يعني عن طريقه الدستور؟ لماذا مررتم عن طريقه القوانين القمعية؟ لماذا مررتم على عن طريقه قانون الانتخابات الذي يتدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب ويرسم لها خطوطها وما تفعل وما لا تفعل؟ طيب إذن هل يمكن لنا مجموعة من الشباب نعطيها 30 مليون ومجموعة أخرى من الشباب نحرمها من مليون واحد أو من فلس واحد؟ أين هو تكافؤ الفرص؟ هذه انتخابات لا أقول مهزلة، لأن المهزلة يضحك منها الناس. هذه محزنة ومخزية للشعب الجزائري. والشيء هذا برلمان المخابرات العسكرية. ولكن المخابرات قد ترد عليك، ومن في الجهة الأخرى يقول ما علاقتها الانتخابات المخابرات؟ جاب الله يشارك في هذه الانتخابات، مقري يشارك في هذه الانتخابات، بن غرينا وغيرهم مثلا من الإسلاميين، صوفيان جلالي يشارك، مستقلون، هؤلاء يذهبون للانتخابات، مواطنون يريدون المشاركة في هذه الانتخابات. طيب إذا كان هؤلاء الأحزاب السياسية وقادة الأحزاب السياسية ألا يسمعون ما يحدث للمعارضة؟ ألا يسمعون بأن البارحة الناس القوا عليهم القبض؟ ألا يسمعون إلى المطاردات والناس يمارسون حقوقهم السياسية؟ ها؟ لماذا لا يتكلمون؟ لماذا لا يستنكرون؟ لماذا لا يقاطعون حتى هم؟ ممكن في خلال ساعة عندما أرى خصمي ممنوع فمعنى ذلك أنه يفسح لي الطريق دون خصمي. إذن هذه انتخابات مزورة. معنى ذلك نريد انتخابات بمقاييس معينة تمشي. وأنت تظن باللي قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ لو أرادت أن تسلك هذا المسلك أيكون هذا سهلا عليها؟ نحن لا نريد أن تكون يعني انتخابات بإذن من المخابرات العسكرية. لا نقبل هذا، ولا نقبل أن يتأسس حزب عن طريق الإذن بالمخابرات. هنالك أحزاب حلت وهنالك أحزاب بدلت قياداتها. واسأل الأخ بوشاشي فهو ربما يحتك بالمجتمع أكثر مني لأنني أنا مطارد وملاحق ولا أستطيع أن أتحرك من مكان إلى مكان بحرية. ثم بعد ذلك أي حكم صادر لنا بحقي؟ أنا أقول لكم هذا الانتخابات أتدرون لماذا يريدونها؟ يريدونها لبث اليأس والقنوط والإحباط حتى ينصرف الناس على الحراك. ولكنني أقول هذا هو الأمل. هذه التصرفات تدل على ضعفهم وتدل على تخاذلهم وتدل على أن ليس لهم حجة إلا القوة لا أكثر ولا أقل. وأما الأمل في الشباب مهما طال الزمان ومهما كان العراق، لماذا لا يسمح للطرف الثاني بأن ينشط؟ الجزائر اليوم الحراك هو الذي انتصر، الحراك الذي انتصر. يعني الآن الشرطة باللباس المدني في قوارع الطرق، مش حتى باللباس الرسمي، في قوارع الطرق، وأي إنسان يمر أمامهم يلقوا عليه القبض. هذا على ماذا يدل؟ هذا يدل دلالة قاطعة على أن هذا النظام أفلس. وبالتالي فصبر جميل، المسألة مسألة صبر، مسألة أمل. ينبغي أن لا يتحول ما يحدث إلى إحباط وإلى يأس، لأن الإحباط واليأس يأتي بنتائج مدمرة على الشعب. شكرا جزيلا لك علي بالحاج، نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. سيد مصطفى بوشاشي، نأخذ معك الآن هذا التعديل الذي جاء عشية الانتخابات كذلك، والذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تعديل الأمر 66156
الذي يجعل عمليا أي نشاط يدعو إلى التغيير في البلاد عملا إرهابيا. نعم طبعا هذه آخر هذا نسميه أنا قانون العار. قانون العار لماذا؟ لأن تعديل هذه المادة 87 اللي موجودة في قانون العقوبات، هذه المادة اللي موجودة في التسعينات، وهناك حوالي هذه المادة توصف ما هي الأعمال الإرهابية، ما هي الأعمال اللي ممكن دخلوها في أنها عمل إرهابي، ما هي الأشياء اللي نعتبروها كأنها تدعيم للإرهاب. ولكن أن يصل النظام إلى أن يقول بأن أي إنسان يريد تغيير النظام بغير الوسائل الدستورية يعتبر عملا إرهابيا، هذا لم يحدث من قبل. معناه هذا التعديل لهذه المادة هو أن عندما يكون عندك نظام ديكتاتوري، نظام استبدادي على غرار النظام القائم اليوم، وتقول بأننا يجب أن نناضل بطريقة سلمية من أجل الذهاب إلى ديمقراطية، يعتبر هذه التصريحات تعتبر كأنه تحريض على المساس بالنظام. يعني أليس مجيء تبون لم يكن إذن دستوريين؟ يعني 22 فبراير أليس كذلك؟ إذا كان الأمر كذلك ألا ينطبق عليهم هذا القانون على هؤلاء الذين كانوا وراء القانون كما يعلق البعض؟ هناك غباء في طرح هذا النوع من القوانين. أولا نبدأ من الذي أرغم بوتفليقة على الاستقالة وبالقوة؟ القايد صالح لما خرج الحراك أول أسبوع قال هؤلاء المغرر بهم، ثم بعد ذلك عندما حس بأن هناك جهات أخرى تتحدث على مرحلة انتقالية سارع وقال بأنه يجب تطبيق المادة 102 و7 و8 من الدستور، وأرغم الرئيس السابق على الاستقالة وأرغم المجلس الدستوري وهو قائد الأركان عندما يحاولون أو عندما يقومون بتغيير النظام، لأن الواجهة لم تعد تسمح باستمرار النظام، يعتبر ذلك شيء مقبول. ولكن أن يطلب الجزائريين الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والعدالة المستقلة يعتبر ذلك عملا إرهابيا. لماذا؟ أي إنسان خارج الدستور وخارج الانتخابات المهزلة هذه اللي يتحدث عنها النظام يعتبر كأنك تنطبق على المادة 87 مكرر المعدلة. إذن هذا القانون الهدف منه هو منع أي نشاط سياسي، منع أي احتجاج للشعب الجزائري من أجل التغيير. إذا أردت التغيير يجب أن تقبل أو تشارك النظام في الانتخابات التي ينظمها بإدارته ومخابراته، وبعد ذلك أنت تروح للبرلمان. هذا البرلمان دائما خاضع للسلطة التنفيذية والسلطة الفعلية. إذن بهذه المادة يمنع الجزائريين النضال من أجل الديمقراطية، يمنع الجزائريين النضال من أجل دولة سيادة. طبعا أستاذ مصطفى لو سمحت انضم إلينا الآن في النقاش الأستاذ سعد بوعقبة الكاتب الصحفي. أستاذ سعد بوعقبة كيف يبدو لك المشهد؟ ربما نأخذ معك الجانب الإعلامي، تم دعوة صحفيين لتغطية هذه الانتخابات، بينهم فرنسيين طبعا جاءوا في طائرة جزائرية، طائرة الخطوط الجوية الجزائرية مع المواطنين الجزائريين. طبعا المواطنين الجزائريين تم أخذهم في الحافلات ووضعهم في الحجر الصحي لخمسة أيام. هؤلاء الصحفيين الفرنسيين خرجوا بشكل عادي لجانب صحفيين آخرين من جنسيات أخرى جاءوا لتغطية الانتخابات، ولكن اليوم التغطية كلها عن الاعتقالات، وإن كانت طبعا
التحاليل كلها التي تتحدث عن هذه الانتخابات أنها لن تنهي كما تجمع التقارير الصحف المرموقة التي لا حسابات لها وليس ربما الأذرع الإعلامية ذات الترتيبات العربية بشكل خاص، تتحدث عن أن هذه الانتخابات لن تنهي أزمة الشرعية التي يعانيها النظام. بطبيعة الحال كل المتتبع النزيه والفطن يعرف بلي هذه الانتخابات لن تكون إلا تعميقا للنفاق اللي وصلت له السلطة فيما يتعلق بخارطة الطريق اللي دارها المرحوم قايد صالح. هنا أريد أن أشير ربما نأخذ ما قاله رئيس تبون للجزيرة لما قال باللي فرنسا ما هي فرنسا موحدة، كاين عدة فرنسا، فرنسا الرسمية وفرنسا تاع اللوبيات وكذا هي اللي تشتغل على الملف الجزائري، بمعنى إذا كان فرنسا اللي تتمتع بديمقراطية عريقة فيها مثل هذه اللوبيات معنى هذا أن الجزائر أيضا فيها لوبيات. وهنا يمكن نفهم لماذا مثل هذا الصراع الموجود الآن على مستوى السلطة فيما يتعلق بمسار الانتخابات. الواضح للمتابع الفطن أن بقايا الداعمين لخريطة الطريق اللي دارها المرحوم قايد صالح بدأوا على مستوى المؤسسة العسكرية تحديدا بدأوا يحسون بأن راهم في الأقفاص وراهم في مواجهة الشعب مباشرة، وأن الانتخابات هذه لن تكون أحسن من الانتخابات اللي اجريت في 12 ولا اللي اجريت في أول نوفمبر، لأن الكارثة ستحل وخاصة لما تشوفوا بعيونهم ما يجرى في منطقة القبائل. معنى هذا أن البلاد أصبحت حقيقة بفعل هذه خارطة الطريق وبفعل الواجهة السياسية لدتها أصبحت مهددة بالتقسيم فعلا وليس قولا، وهي خطورة لم تحدث في الجزائر منذ الاستقلال، بل حتى في وقت الثورة ما كانتش موجودة. هذا الخطر يمكن أن المؤسسة العسكرية فيها من يريد الدفع بالانتخابات إلى طريق مسدود ليبرر تخلص نهائيا من خارطة الطريق اللي دارها قايد صالح. يعني أنت تعتقد بأنه أستاذ سعد بعقبة أنه هذه الحملة حملة الاعتقالات عشية الانتخابات مع العلم بحضور الصحافة، يعني هناك جناح ربما يريد ضرب جناح طبعاً. أم أنه هناك من يقول ربما هذا السلطة هكذا تتصرف لتعطي انطباع أنها تسيطر على الوضع؟ لا أبدا، لا يمكن أن أتصور أن السلطة وخاصة الأمنية في 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 في, في المؤسسة العسكرية تتمتع بمثل هذا الغباء في عشية الانتخابات مصيرية تحول الأنظار إلى مسائل حقوق الإنسان وإلى تأزيم الرأي العام وبحضور الشهود الأجانب من أجل أنها تقول بلي الانتخابات هذه راهي انتخابات غير مأمونة العواقب وبالتالي لا جدوى من إجراءها. لا أعتقد أن غباء أن الذي دار هذا اللي اعتقل الناس عشية هذه الانتخابات هو دار عمل إعلامي، دار عمل غباء. ولكن هناك من يقول ربما يفسر بأنه هوج الاستبدادات عموما، يعني ربما خاصة في آخر عمر الأنظمة الاستبدادية تتصرف هكذا خبط عشواء. لا أعتقد ذلك لأن النظام الجزائري فيه كل العيوب، ولكن أن يكون بهذا المستوى من البلادة لا أعتقد. أعتقد أن الآن انتهوا إلى حقيقة وأن نهاية النظام ستكون قوية بمواجهة مع الشعب، خاصة وأنهم تأكدوا بأن منطقة القبائل الآن أصبحت في حكم خارج الدستور وخارج السيطرة. ولكن ليس هناك في المقابل ربما نافذين في السلطة نفسها يستعملون
يحاولون ضرب القبائل، منطقة القبائل يعني، ربما من لهم مصالح بن قرينة وتصريحاته، يعني هناك من يقول ليست بريئة يعني، أو قبلها نعيمة صالح، تم رفع دعوى قضايا على بن قرينة بسبب تصريحاته وأيضا اتهاماته الخطيرة لمنطقة القبائل التي ضحت ما ضحت في الثورة بزعم أنها تأخرت عن أول نوفمبر مثلا، مع أنه أيت أحمد وغيره وبعضه من مناضلي منطقة القبائل قاموا بالعمل المسلح حتى قبل الثورة بسنوات في 49 لما هاجموا بريد وهران كما تعرف. لا ما هو هذا السيد هذا يتمتع بغباء يحسد عليه. أولا رئيس لوس شكون اللي كان يا أخي؟ كان أيت أحمد. وثانيا لقادة الثورة، الثورة وقاد المفاوضات مع فرنسا، مفاوضة الاتصال هو كريم بالقاسم. كريم بالقاسم طلع قبل أول نوفمبر قبل 45 ولا مانيش عارف للجبل يعني فعلا. طبعا ولكن ربما السؤال إذا كانت هناك أطراف تبث هذا الخطاب كذلك نافذة في السلطة، ربما أيضا تلتقي مع مصالح الكادياس كما يسمونه يعني لكابيل دو سيرفيس في المقابل كذلك. هو راهو باين باللي راهو يحلب في طاس من 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 في 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 محلب تاع جناح السلطة. هذا الجناح اللي كان هو فيه في حكاية الانتخابات الرئاسية، ولازم تعرف باللي هو راهو في جناح اللي دعمه قايد صالح. وربما هو وغيره لو كان ينتصر جناح الاخر يلقى رواحهم في نفس المصير اللي فيه غول وجماعه يعني. فعلا الصراع راهو داخل المؤسسه العسكريه وخارج الحراك. الحراك في الحقيقه ما يوجه له من قطع هو عملية تصويره ضد جناح من طرف الجناح الآخر. شكرا. واضحة الحكاية. وأحنا في الحراك نقولوا الاثنين ما يهمناش، الزوج لابد من إعطاء الكلمة للشعب وإخراج طرف ثالث في الحياة السياسية يخلصنا من هذا الذي نحن فيه. والدليل الدليل المادي في هذه القضية أن النظام عنده 6 سنين من حراك الآن تقريبا 6 سنين وانتهوا قضية التنمية، يعني هذه الواجهة السياسية اللي ما عادش مطروحة قضية التنمية ولات مطروحة غير حكاية كيفاش يحافظوا على أمن النظام. ماهوش أمن الناس، أمن النظام فقط يعني يعني نساو التنمية ونساو حقوق الشباب ونساو العمل ونساو مشاكل الصحية ونساو الثقافة ونساو الإعلام ونساو التعليم وأصبحوا يحافظون فقط على الأمن. شكرا. وهذا هذا 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 كارثة بالنسبة لهم، لأن الآن حتى بوتفليقة كان على الأقل كان عنده شبه برنامج، هذا لا برنامج أصلا. شكرا جزيلا لك أستاذ سعد بعقبل الكاتب الصحفي. ما رأيك أستاذ مصطفى بوشاشي فيما يقوله سعد بوعقب؟ معنى أنا نقول بأن ما يقوم به النظام من تنظيم هذه الانتخابات والاعتقالات كأن هناك يد خفية تدفع إلى التعفن، وبالتالي هل هو الغباء أم أن هناك عمل ممنهج لدفع لتعميق الأزمة السياسية القائمة في البلاد وتكسير البلاد؟ لأن هذه خطة طريق النظام بالشكل الحالي، انتخابات رئاسية مطعون فيها، الدستور مطعون في شرعيته، وانتخابات تشريعية مطعون في شرعيتها في ظل مقاطعة منطقة القبائل وكل الأحزاب الديمقراطية والشعب الجزائري بصفة عامة. لماذا لا يعتقدون بأن هذه الانتخابات ستؤدي إلى أي تغيير؟ بالعكس ستزيد في تعميق الأزمة السياسية في الجزائر. على هذه نقول الذين خططوا، الذين وضعوا هذه القوانين، الذين أمروا بالقمع، الذين وضعوا قوانين
التضييق على الحريات، هل الهدف هو خدمة النظام أم دفع الجزائر إلى أزمة حقيقية قد تؤثر مستقبلا على الجزائر ككل؟ على هذه نقول أنا، هل هو الغباء للذين يصدرون القرارات أم أنه هذا عمل ممنهج الهدف التعفين الحياة السياسية وتحقيق؟ طيب في المقابل طبعا الحراك والجزائر توفر على إمكانيات تحقيق توافق انتقال سلس بدلا من خاصة مع الأوضاع الاقتصادية الخطيرة التي تعيشها، يعني بتجارب كثير من الدول، يعني انتقال بدلا من استقواء من الخارج بين الجزائريين ليس هو الحل الأفضل، وهذا ما يوفره كفرصة تاريخية الحراك. الحراك تاع 22 فبراير كانت فرصة حقيقية بالنسبة للمؤسسة العسكرية، بالنسبة للجزائر ككل. أولا أعادة الثقة للجزائريين في جزائريتهم، في وطنيتهم. كانوا في الخارج الناس يحسوا بنوع من الحرج نتيجة فساد النظام ورجل مريض، يحسوا بالإهانة. هذا الحراك رجع الثقة للجزائريين، على صوتهم في الخارج، وحتى اللي موجودين في الخارج كانوا مستعدين حقيقة إلى الدخول للجزائر. طيب. والمشاركة في التنمية الوطنية، لأن إذا الإخوة اللي شادين البلاد يعرفوا حاجة، ولأكيد يعرفوها، اللي لا يمكن أن تبني أن تنمي بلدا إلا إذا كان هناك إحساس لدى الناس بالحرية. طيب. والكرامة. شكرا. والطريقة اللي يتعاملوا بها ينفروا الجزائريين ويجعلوهم ما يشاركوش في بناء بلادهم على هذه. ولكن أضيف بأن رغم تهور النظام، رغم خطورة استمراره على الوحدة الوطنية، الجزائريين والجزائريات ما زالوا لهم من الوعي، من الاتحاد، من السلمية. طيب. من أجل تحقيق الحرية لهذا الشعب. شكرا جزيلا لك مصطفى بوشاشي المحامي، عضو هيئة الدفاع المعتقلي الحراك، كنت معنا عبر خدمة سكايب من الجزائر. شكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.